كيف يمر رمضان على المختطفين خلف القضبان؟ وما سر صمت شرعية وتجاهل مؤسساتها المعنية بهذا الملف؟ وكيف يفهم تجميد المبعوث الأممي لملف تبادل الأسرى وانتقاله لملفات أخرى؟ أهلا بكم. على موائد الإفطار تبرز صور الفقد ويحضر وجع الفراق عند أسر المختطفين والمخفين قسرا في مختلف السجون في شمال الوطن وجنوبه. أما المختطفون خلف القضبان فمعاناتهم أشد وطأة، حرمان من زيارة الأقارب ومنع الأكل والدواء، أوضاع لا تختلف عنها سجون الحوثيين عن السجون التي تديرها أبوظبي في الجنوب، حرمان وتعذيب وانتهاكات متعددة في ظل صمت من قبل الشرعية والمجتمع والمنظمات الحقوقية. نحو 15,000 أسير ومختطف عرقلت ميليشيا الحوثي عملية الإفراج عنهم وتنصلت من بنود اتفاق ستوكهولم أمام مرأى المجتمع الدولي. المبعوث الأممي مارتن جريفيث اكتفى بتجميد ملف الأسرى وقفز إلى ملفات أخرى ليترك الضحايا خلف القضبان وأهاليهم بلا سند وبمصير مجهول. مئات المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي ومثلهم في سجون تشرف عليها قوات موالية للإمارات يعيشون أوضاعا صعبة في شهر رمضان ومأساة متواصلة منذ أعوام. يعيش بعضهم رمضانه الخامس خلف قضبان ميليشيا الحوثي فيما مر على آخرين أكثر من 3 أعوام في سجون التحالف. تتفاقم معاناة هؤلاء المختطفين وأهاليهم في ظل تجاهل من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، قضية منسية إلا من متابعة واهتمام الأهالي ورابطة أمهات المختطفين. تقضي الأمهات جل أوقاتهن أمام بيوت ومقرات المسؤولين الحكوميين والمنظمات الأممية والحقوقية لالتماس حل قريب أو مساعدة قد تأتي، إلا أن هذا الحل بقي مستعصيا لسنوات. في عدن يشكو ذوي المختطفين من انقطاع التواصل مع ذويهم في المعتقلات وغياب الأخبار المتعلقة بمصائرهم، متوجهين بمناشداتهم لرئاسة الجمهورية والحكومة بالإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في شهر رمضان أو على الأقل إحالتهم للمحاكمة، لكن أصواتهن لم تصل إلى الرئيس البعيد عن الوطن ومعاناة مواطنيه. تبدو الصورة أكثر قتامة في سجون ميليشيا الحوثي، حيث يواجه المختطفون نوبات تعذيب مستمرة ووحشية قادت الكثير منهم إلى الموت تحت التعذيب. رابطة أمهات المختطفين بمحافظة حجة أدانت تعرض مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون الحوثي خلال الأسبوع الماضي، وكشفت الرابطة عن تعذيب المختطف يحيى النشم حتى الموت بعد اختطافه بشهرين. الرابطة رصدت اختطاف أكثر من 370 مواطناً من محافظة حجة وتغييب العشرات منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عمليات التعذيب والاختطاف والإخفاء. رحلة القهر والأسى تتوزع بين ضفتين خلف القضبان، حيث يعيش المئات من المختطفين والمخفيين قسرا تحت رحمة جلادين لا يخضعون لسلطة أي قانون. وفي الخارج أسر تنتظر منذ سنوات أي معلومات قد تقود إلى معرفة مصير ذويهم قبل الحديث عن الإفراج عنهم أو محاسبة جلاديهم. إذن مشاهدينا الكرام، ستكون معنا في هذه الحلقة الناشطة الحقوقية نهى البوهي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم مع آخرون كذلك خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة نهى. شوف أستاذة نهى، أنت معنا على الهواء الآن، تسمعينني؟ ملف المختطفين رمضان آخر خلف. نعم سيدة نهى، أنت معي الآن على الهواء. نعم، إذن إلى أن تجهز معنا سيدة نهى وتعرف أنها معنا على الهواء، مشاهدين الكرام هذه الحلقة خصصت لأجل المختطفين، أولئك الذين احتجزتهم ميليشيا الحوثي أو الميليشيا الموجودة في عدن خلال سنوات عديدة حرمت أهاليهم منهم
في شهر رمضان المبارك ربما تزداد الحسرة لافتقاد الأهالي وظنهم أن أهاليهم خلف السجون جائعون، لا يصلهم لا الغذاء ولا الدواء وتحت التعذيب أيضا. إذا عادت إلينا نهى. نعم، إذا ملف المختطفين هو ملف ربما تم القفز عليه كما نشاهد. يتم الحديث عن اتفاق في الحديدة ولكن تم نسيان ملف المختطفين. عادت إلينا نهى، مساء الخير أستاذة نهى. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذة نهى. وبرأيك كيف يقضي المختطفون أيام شهر رمضان المبارك وهم خلف القضبان؟ ربما بعضهم يقضي رمضانه الرابع أو الثالث. ضعينا في صورة مأساة المختطفين في عدن. أولا السلام عليكم ورمضان كريم، وإن شاء الله يجعلها علينا وعلى كافة المسلمين والمعتقلين الذي في السجون إفراج لهم، ويكون خير هذا الشهر إن شاء الله بالإفراج عنهم. ما تكلمتي عنه وما السؤال اللي سألتيني عنه هو أنه من الطبيعي أنه يكون قضاء شهر رمضان في السجون اكيد في يكون مظلم، يعني ليس له شيء اسمه يعني رمضان. لن تكون الفرحه الذي تكون في 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 خارج السجون، يعني داخل السجون تختلف الاوضاع. يعني هناك رمضان في امسيات، في اهالي تتجمع، في يعني الام والاهل والاولاد وهكذا، عكس ما هم في السجون. يعني الام تحت، يعني الام يعني تحضر في رمضان في بيتها وابنها مش موجود، يعني هذه أول حسرة لها أنها لم تتم فرحتها في وجود رمضان وابنها في السجون. يعني هي كأم أنها تقهر وتتمنى وتدعي أنه ابنها يكون خارج السجن، وكذلك المسجون نفس الشيء داخل السجن يكون في نفس الحالة، يعني يتمنى الخروج. يعني سجن بين غرفتين، إيش تتوقعي؟ هل تتوقعي أنه رمضان عنده يعني له فرحة أو له شيء؟ عكس، ليس له شرع، بل يكون متحطم، بل يكون مستاء داخل السجن، يعني بعيد عن أهله، بعيد عن أولاده، بعيد عن أصحابه، بعيد عن هي يعني عن فرحة رمضان بشكلها. يعني هناك لن توجد قلوب رحيمة من القضاء أو من هؤلاء الذين عندهم المساجين أن يعطوهم حتى يعني جزء، يعني يخرجوا فيه يشوفوا أهلهم، يشوفوا هذا أقل، يحسسوهم بحرمان أهلهم، يعني على الأقل يحسسوهم بوضع رمضان. هل وضع رمضان يختلف عن الأوضاع الأيام العادية؟ نعم، إذن في رمضان كما قلت يا الأمهات يتحسرن على أولادهن الذين يقضون أيامهم في خلف أو يعني خلف القضبان. ماذا عن الأمهات التي لا يعلمن شيئا عن أولادهم؟ هناك مخفيين قسرا كما تعلمين، لا أحد يعلم أين مصيرهم. ربما الحسرة لديهن مرتين، هي تخشى لا تعرف مصيره بالضبط، أين هو، هل تم القضاء عليه، هل ما زال يعيش، هل هو مريض، وما إلى ذلك. هذا طبيعي، يعني الأم، أنا تكلمتش باللقاء السابق الذي كان معين في القناة نفسها، قلت ليش أن الأم تتحسر وتتكبد على ابنها، فهو في الأول في الأخير ظنى ويعني كبد من 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 جسدها، يعني هي تفتقد شيء كثير، يعني شيء كبير. وفقدان الولد مش سهل، يعني الابن لما يكون داخل السجن وهي تتحسر عندما تقدم الطاولة الأفطار وابنها مش موجود أو لا تعلم مصيره، هل هو حي، عشان حتى أنه حتى أن يعني مثلا تحتاز الأمل إذا كان هو موجود. يعني عكس الموجود عكس المخفي، المخفي يشكل حالة أسوأ، والموجود في السجن يعني عادي يشكل حالة نسبيا ها، لكن المخفي هذا يعني الأم تحس تجلس في حسرة طول عمرها، يعني حتى أنها تبكي. يعني أنا أشوف الأمهات أنه يتباكى كل يوم، تقول حتى اشتي أعرف مصيره، بس يقولوا فين ابني وخلاص بتقتنع على الأقل أن ابنها في مكان يعني مؤتمن، لكن ابنها مخفي، ابنها مش موجود، تروح السجون، تروح كل مكان مش تقود. وللعلم، للعلم ان اخر وقفه كانت مع امهات المخفيين كانت يوم الربوع السابق اللي مضى، الاسبوع الذي مضى يوم الربوع كانت في وقفه امام المكتب النائب العام. ما الذي لاجل ابنائهم؟ لانه هناك كانت في سجون في كيف؟ ما الذي نتج عن هذه الوقفه؟ ماذا قدمنا الامهات؟ الوقفات هذه قدموا الوقت، قدموا انه يشوفوا ابنائهم، قدموا انه في هناك قرار اصدر ب 15 يعني شخص بالافراج عنهم ولم يتم التنفيذ فيهم. يعني هذول ال 15 نفر كانوا من المخفيين اللي في السجون، كانوا منهم 50 نفر، يعني حوالي كذا 50 نفر كانوا مخفيين
في سجن الريان وفي سجن القلاع؟ نعم. فصلوا الخط. نعم، أنت معنا معنا يا نهى. تسمعينني نهى؟ نعم واصلي. ما يعني بعد أن قدمنا الأمهات طلب ل نعم يبدو أن نهى لا تسمعني. إذن كنا نود أن نعرف ما الذي يعني قام به القضاء أو الأجهزة الداخلية بعد أن تقدمنا الأمهات بهذا الطلب. ربما هذه ليست الجلسة الأولى ولن تكون الأخيرة لأمهات المختطفين التي يقفنا أمام منزل وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية وكذلك أمام السجون التي يقضي فيها أبناؤهن هذه الأيام تحت ظل التعذيب وتحت ظل عدم وجود لا الغذاء ولا الدواء ولا السماح لأمهاتهم برؤيتهم. تتضاعف المأساة طبعا يوما بعد يوم، وربما تتضاعف أكثر في شهر رمضان. حسرة كبيرة تعيشها الأمهات وهن يعلمن أن أولادهن خلف القضبان بريئون، لم يقدموا لمحاكمة، وهناك من تم إصدار قرار بالإفراج عنهم كما كانت تتحدث معنا الأستاذة نهى، 15 شخص تم الإفراج عنهم، لم يتم تنفيذ هذا الأمر، وهذه إشكالية حقيقية. إذن تنضم معنا أم أحمد عبر الهاتف من صنعاء وهي عضو رابطة أمهات المختطفين. مساء الخير أم أحمد. مساء النور، وشهركم مبارك، شهركم كريم على الجميع. علينا وعليكم أخت أم أحمد، أنت وجميع أمهات المختطفين ربما نافذة النور الوحيدة المتبقية المطالبة بحقوق هؤلاء. كيف يمر شهر رمضان سواء على الأمهات أو على أبنائهن خلف القضبان؟ تفتقد الكثير من الأسر فرحة رمضان بالفعل، يقبل هذا الشهر والبعض له الثلاث والأربع سنوات. هذا ليس رمضان الأول لهم وهم خلف قضبان السجون، هناك من يمر عليه رمضان الخامس هذا وهو مغيب خلف القضبان. الكثير من الأسر عبرت أنها تفتقد فرحة رمضان وفرحة ربيع رمضان، وهي تشعر أن مائدتها تنقص أهم فرد فيها، قد يكون هو الأب، قد يكون الابن، قد يكون الأخ، لكن كالعادة الغائب له مكان لا يعوضه شيء. فتشعر الكثير من الأسر بأن فرحة هذا الشهر منقوصة، وذلك بسبب تغييب فرد من أفرادها وأحيانا أكثر من فرد خلف القضبان بدون تهمة وبدون أي مصور الاحتجاج به كل هذه الفترة. نعم. إذا هل لديكم أي معلومات عن كيف هي ظروف الاعتقال في سجون الحوثي؟ ما الذي يحدث لهؤلاء؟ كنا قبل فترة معكم وعلمنا بتعذيب هؤلاء المسجونين والمختطفين، هل ما زال ذلك مستمر؟ في الغالب لا نعلم عن احوال المختطفين الا من خلال المفرج عنهم الذين يخرجون. فحتى في الزيارات لا يشعر المختطف بانه قادر على ايصال اي معلومه لذويه واهله، بحكم انهم يضعون حراس خلفهم وعلى جنبه ويمنعونهم من اي كلام لا يعني يشرح ما الذي يحصل له في داخل الزنازين وفي خلف القضبان. فنحن نستقي اغلب معلوماتنا من الذين افرج عنهم وايضا من احوال المختطفين نفسهم. احيانا يكون الشكل كافي عن التعبير، يكون شكل هذا المختطف الذي نحل كثيرا وبان عليه اثار التعذيب يغني عن انه يحكي لنا ما الذي يحصل. نحن نرى سوء المعامله التي يتعرض لها ابناءنا في كل السجون، وايضا يتعرض لها دور المختطفين واهلهم عند زيارتهم في اغلب السجون وخاصه في الامن السياسي في صنعاء، اذ ان الزياره احيانا لا معنى لها. لا يدعون المختطف يتحدث مع اسرته شيء، فقط مجرد دقيقتين او ثلاث دقائق ثم يسحبونه ويجرونه وهو لم يسمع اي شيء من اسرته، وهم ايضا لم يسمعون اي كلمه.
نعم، إذن ابقي معنا أم أحمد. سأعود إلى السيدة نهى البوهي، وكانت تحدثنا عن الأمهات التي وقفنا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج على الأقل بمن صدر عليهم قرار الإفراج، وهم 15 شخص. ما الذي ردت عليكم به الأجهزة الأمنية نهى؟ يعني وزارة الداخلية أو القضاء أو النيابة، ما كان ردهم على هذه الوقفة؟ ما كان لهم اي رد، مثل ما قلت بالسابق انه لا يعتمدون الوقفات الاحتجاجيه حق الامهات ويعاملوهم بأسوأ المعاملات، يعني حتى لو هي كانت جهات دوله او جهات امن او جهات تحالف او جهات امنيه، يعني بكافه اشكالها واسمائها لن يحترموا هذه الوقفات ولن يعطوهم حتى مجال التفاهم او حتى مجال اللقاء او حتى مجال المقابله للامهات او يحتضنوهم مثلا ويجلسوا معاهم. يعني انا اتمنى ان يكون في جلسة خاصة من رئيس الوزراء ومن وزير الداخلية ومن التحالف، من كل القيادات المسؤولة عن هذه الجهات السجون، يعني يجلسوا مع مجموعة من الأمهات، يشوفوا إيش المطالب، يشوفوا إيش الملفات التي بتقدمها، يعني من التبريات الأمهات لأولادهم، يشوفوا يعني لابد من جلسة حوار ما بين الأمهات وكبار الوزراء. يعني لا يصح أن كل وزير يقفل باب على أم تطالب بحقوق ابنها. أنا ضد هذا الشيء صراحة، يعني فكرة باستهزاء أمهات المخفيين والمعتقلين أنا ضدها، لأن هذا شيء لا يعطي شيء من الإنسانية. يعني كصفتك أنت وزير، كصفتك نائب أمن، كصفتك يعني حامي قيادة التحالف، بأي كانت اسمها وصفتها، يعني لابد أن يكون هناك احترام لهذه الوقفات، لابد أن يحسوا بمعاناة هؤلاء. يعني أقل شيء الرؤية لأبنائهم. لماذا هذا التعنت إلى النيابة أو ترفع الملفات إلى القضاء وكلن يعرف مصيره؟ نعم، لماذا هذا التعنت برأيك، سواء من قبل من يختطفون ويسجنون هؤلاء المساجين أو الجهات الحكومية والتي قلت أنها حامي الحمى، يعني وزارة الداخلية أو يعني السلطات القضائية أو النيابة، من يعني لما هذا التعنت في عدم الاستجابة لكل هذه المطالب؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة للأسف. أستاذة نهى البوهي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا الناشطة الحقوقية من عدن. إذا أعود إليك أم أحمد. أم أحمد، يعني تمر الأعوام وأبناؤكم ما زالوا خلف السجون، رمضان تلو رمضان، ولا أحد يستجيب لهذه المطالب أو لمعاناة الأمهات أو معاناة هؤلاء المساجين. ما هو رأيكم بما يحدث الآن على المستوى السياسي؟ هناك قفز على ملف المختطفين كما نلاحظ، لا يتم الحديث عنهم بتاتا رغم أنهم جزء من اتفاق ستوكهولم. ما هو رأيكم؟ نحن كنا في البداية حذرنا من أن يكون اتفاق ستوكهولم وسيلة لابتزاز المختطفين، وهذا ما يحدث في فعل هذه الأيام. نجد أن المحوكمين يتعنتون في إطلاق أبنائنا ويقولون لهم أنتم أسرى، أنتم موجودين في كشوفات السويد وفي كشوفات ستوكهولم، ولذلك لا نستطيع أن نخرجكم إلا عبر التبادل، رغم أنهم يعلمون أنهم لا تهم عليهم ولم يثبت عليهم أي تهمة، لكن يتعنتون في إخراجهم ويبتزونهم بهذا الملف الذي وردت أسماءهم فيه. نحن طالبنا كثيرا الحكومة الشرعية وطالبنا كل المنظمات بأن تضغط باتجاه تحقيق هذا الاتفاق، رغم أنه مجحد في حق المختطفين المدنيين، أن يتم مبادلة المدنيين بأسرى جبهات أو أسرى حرب، هذا مخالف لكل الأعراف ولكل القوانين والمعاهدات الدولية، لكن حرصاً على أن يكون هؤلاء أبناؤنا يعني يتنفسون نفس الحرية كل لا بأس، لكن حتى مع هذا نجد أن الاتفاق هذا لم يتم، وأنها كانت فقط ورقة من أجل اتفاق سياسي يمارس خلال المفاوضات فقط. الآن لا نجد أي ذكر من المختطفين، كل ما يعنيهم هو الجبهات والحديدة والميناء وتسليم الميناء، وتركوا تماما قضية المختطفين. نعم. وهذا ما كانت تحذر منها الرابطة، في أن يتم التعامل مع قضية المختطفين تعامل سياسي مع أن القضية هي قضية إنسانية، ويجب تجنيدها تماما من المسار السياسي ومسار المفاوضات السياسية.
ان يتم اخذها بعين الاعتبار انها قضيه انسانيه المعني بها اولا المنظمات الحقوقيه والهيئات الامميه التي هي تعنى بحقوق الانسان وهي المسؤوله عنها في ذلك. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وتنضم معنا عبر الأقمار الإصطناعية السيدة ربا جعفر ابنة أحد المختطفين من تعز. مساء الخير أستاذة ربا. مساء الخير أستاذة آسيا، وأشكركم على استضافتي في برنامجكم، ورمضان مبارك على الجميع. علينا وعليك ربا، والدك مختطف منذ فترة طويلة عند الحوثيين، كيف يمر عليك شهر رمضان ووالدك مختطف؟ لم يكن ليس رمضان الأول الذي نقضيه بعيدا عن الوالد أو العائلة. والدي ما يزال منذ تاريخ 26/8/2016 وهو ما زال في مدينة الصالح معتقل لدى ميليشيات الحوثي والهالك صالح. نحن في منذ ذلك الوقت لم أسمع صوته، ولم يسمحوا لنا بالزيارة، يعني ممنوعا عن الاتصال والزيارة بشكل عام. رمضان كان يعني من المعارف عندنا ان رمضان يجمعنا ويجمع شملنا ويجمع الاسر المتفرقه في ارجاء العالم، ولكن كان رمضان بنكهه الحرب. انا يعني نحن اسره من بين الاف الاسر التي لديها معتقل سواء ابنائها او ابائها بداخل السجون. لم تكن الحرب التي فرضت علينا ستهدينا بيوم من الايام ورودا او ستهدينا شيئا جميل، هذه الحرب التي فرضت علينا وفرضت على الاف الاسر جاءت لتهدينا اوقاع ولتضاعف اوقاعنا نحن والشعب اليمني بشكل عام وابناء تعز بشكل خاص. نعم، ربا، يعني تم اختطاف والدك، ويعني كما اتذكر هندست تهمه له دون وجه حق. هل لديك أي معلومات عن ظروف الاعتقال التي يمر بها؟ هل يعني يمارس حياته بشكل طبيعي؟ هل يستخدم أدويته؟ هل لديك أي معلومات؟ كما فهمت منك أنك لم تستطيعي رؤيته منذ الاختطاف. يمارس حياته كأحد الجرحى، كونه قد جرح في وقت اختطافه من منطقته، اطلق عليه النار واصيب باحد ركبتيه، وما زال الى حد هذه الثانيه يعاني من جراحه، ويعاني من تقصير في ادخال الادويه ومن تقصير في المجارحه بشكل يعني في مدينه الصالح الى هذه اللحظه. يعني وضعه كجريح اولا وكمختطف ثانيا، ووضعه كمختطف يعني يعاني من كل انواع التعذيب كما يعانيه بقيه المختطفين سواء في سجون الصالح او في السجون بشكل عام في اليمن. نعم. يعني برايك نهى، من الذي بيده انهاء هذه المأساة؟ بيد من يمكن ان نقول ان تحل مشكلة المختطفين بشكل عام؟ لا يراد لقضية المختطفين أن تحل، إذا كان يراد للمختطفين بأن يفرقوا فكانت يعني هناك عدة صفقات وعدة محاولات من قبل الجهات المعنية سواء من جهات الشرعية أو من الأمم المتحدة أو كما في ذلك مشاورات السويد التي عقدت والتي كانت على أنها سيتم الإفراج عن كافة المعتقلين من سجون الميليشيا في تاريخ 20 يناير، ولكن بيع لنا الوهم وبيع لنا الأمل كما بيع سابقا، وتم يعني تأمل عائلات المختطفين بخروج أسراهم، ولم يحل ذلك شيئا، ولم يعقد الاتفاق أو يتم التوافق من قبل الميليشيات بعرقلة الاتفاق لأكثر من مرة، وستتم العرقلة بأكثر إن لم تضغط الجهات المعنية من قبلنا بشكل أكبر وإن لم تهتم بالملف أكثر. أعتقد أنه إذا كان أحد مسؤولية الشرعية أو أحد الجهات المعنية لديها فقط ابن أو أب مختطف لديهم لشهر
شهر واحد فقط لقلبوا الدنيا عليهم ولم يقعدوا ولا أخرجوهم بنفس اليوم، ولكن نحن من لا صوت لنا ومن لا ظهر لنا كما يقال. تلك الأسر بكل بأجمعها، السجون الصالح والسجون السرية سواء في عدن أو السجون في سجون الميليشيات بشكل عام في اليمن، لا أحد يلتفت لهم ولا لمعاناتهم ولا يراد لهم أن يروا النور. يعني والدي وبقية المختطفين منذ اليوم الأولى من اختطافهم لم حسب ما يحكي لي أحد المختطفين المفرج عنهم أنهم لم يروا النور إطلاقا. أكثر من 30 مختطف داخل غرفة صغيرة، يعني الأكل الفتات، يعني بعض الأحيان يتم الأكل المعفن والشرب شرب المياه يعني بحدود، يعني كل إضافة إلى التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي والجرحى مثلا الوالد أو غيره من الجرحى البقية، لا يتم إدخال لهم الأدوية ولا يتم يعني الاهتمام بهم بشكل كامل. فإذا كانت الجهات المعنية سواء من جهتنا الشرعية أو الجهات ما هو تقييمك لأداء الشرعية لكانت أخرجتهم قبل الأوان؟ نعم، كيف تجدي مدى اهتمامها بهذا الملف؟ هل تجدي أن هناك يعني اهتمام بملف الجرح المختطفين عفوا والضغط على الجهات المعنية؟ أي شيء من تعز مهمش، سواء كانت قضية التحرير أو قضية المختطفين أو قضية الجرحى أو قضية هل تجدي يعني اسمحي لي ربا يعني في هذه أي النقطة شيء فيه ذكر نعم المختطفين يعني سواء في تعز أو في صنعاء أو في عدن، أعتقد أن وضعهم واحد، يعني هذا الملف بالذات يعني هو يؤخذ بكله، يعني لا توجد فيه مناطقية على ما أظن. هل تجدي أن هناك أيضا يعني تهميش أكثر لمختطفي تعز؟ لا يوجد مساواة في المختطفين عزتي آسيا، هناك العدد يعني ملفات المختطفين في كل المحافظات تحرك باستمرار إلا ملف محافظة تعز مجمد، يعني من تحرك؟ إلى قبل بضعة أشهر إلى شهر يناير تحرك من قبل الجهات المعنية ومن قبل يعني يتم هناك صفقات تخرج ويتم التوافق معهم سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي، إلا في تعز يعني مقابل 20 يناير اللي كانت على أساس صفقة مشاورات السويد، وأنا أقلب يعني ملفات الأسرى يعني ذهلت بذلك الكم الهائل الذي ما يزال معتقلين إلى في سواء في مدينة الصالح أو غيرها. مديرية التعزية تحتوي على أكثر من 400 مختطف، أو يعني الأرقام ما أحفظش بشكل مناسب، إنما أقول إنه أرقام يعني مهولة كم من الأعداد المختطفين. يعني لما أجي أسأل كيف إنه بقية المحافظات يعني يكون لها نسبة بسيطة، بس يعني بالنسبة لمحافظة تعز مهمش، يمكن إنه يعني ما فيش اهتمام من الجهات المعنية في الشرعية أو إنه دعم كافي عشان الملف يحرك. العرقلة من فين؟ نعم، إذن ما هو رأيك بموقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا الملف يعني أمام مأساة المختطفين في اليمن بشكل عام؟ يعني لا أستطيع القول أكثر من ما قلت، إنه الجهات المعنية هي مقصرة بشكل كامل سواء من المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة أو غيرها، ونوجه لهم رسالة بأن يعملوا على الضغط أكثر على جهة الميليشيا كونها جماعات لا عهد لها ولا ملة. أما نحن أسر، بالنسبة لنا أسر المختطفين، فنحن لا نملك رفاهية الاختيار، وإنما نحن مجبرون على تجاوز هذه الخيبات التي نلاقيها وهذه المأساة التي نمر بها كونها الحرب التي فرضت علينا، لابد أن نكون أقوياء بحجمها، ولابد أن نكون نواجهها بقدر تعز التي ضحت والتي ما زالت تضحي إلى اللحظة، سواء من مختطفيها الذين القابعون في السجون في رمضان وفي غير رمضان. أوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بشكل أكمل أن يهتم خصوصا في ملف المختطفين بمدينة تعز وباليمن بشكل أجمع، وأن يضغط عليهم بشكل أكبر، يعني كون الآن المشاورات تمت في السويد وتم عرقلتها من قبل جهاتهم يعرفونها لجهات الميليشيا، ورمي التهم إلى الجهات الأخرى. نعم، ربما سألناك أنت كونك ابنة أحد المختطفين، ولكن نود أن تحدثينا أيضا عن
مشاعر والدتك، والدة أبيك إن كانت على قيد الحياة، يمر عليهم رمضان كيف؟ يعني قرابة الأربع سنوات، يعني سيكمل والدك أربع سنوات في شهر ثمانية المقبل حسب التاريخ الذي ذكرته، ويعني لم تروه حتى اللحظة، لا تعلمون ما هي حالته بالضبط، ما هو الوضع عندكم في البيت؟ الوضع أكبر من أن يحكى، ولا نحب أن يعني نحكي مأساة على شاشة أو من هذه الناحية، ولكن وضع الوضع يعني خصوصا يعني بالنسبة لنا من الشخصيات المتعلقة يعني بالوالد، فلم يكن أب فقط ولكن كان أب وأخ وزميل وصديق وكل شيء، فمن الصعب علينا أن نواجه ليس رمضان فقط ولكن صعب علينا أن نواجه الأيام بدونه، ولكن نصبر ونحتسب الأجر لذلك، وسيعود بإذن الله يعني كما يقال منتصرا لا منكسر، وأملنا بالله كبير. أسرتي ووالدتي أيضا، ليس يعني الوالد يعني عانت من تشتت، أسرتي عانت من تشتت كبير، فنحن يعني ممنوعون من يعني جزء منا في المدينة والجزء الآخر في القرية، لا أحد يستطيع رؤية الآخر. والدي في مدينة الصالح، لا أحد منا سواء أنا التي في المدينة أو هم في الريف لا يستطيعون أو ممنوع من الزيارة بشكل نهائي. بالنسبة لي شخصيا يعني ممنوعة من الاتصال أو حتى سماع صوتي بشكل شخصي، دائرة حمراء على قولتهم يعني، فيعني طبيعي من الطبيعي أن تشتاق الفتاة لوالدها أو أن تشتاق حتى لسماع صوته أو حتى يعني أن تطمئن عليه من بعيد، ولكن الأقدار. نعم، كان الله في عونكم ربا، بإذن تعالى نستضيفك في المرة المقبلة ووالدك قد خرج منتصرا على جلاديه وعلى آلامه وجراحه. شكرا جزيلا لك ربا جعفر ابنة أحد المختطفين، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وتنضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية أيضا ولكن هذه المرة من مأرب ألفت الرفاعي وهي شقيقة أحد المختطفين. مساء الخير ألفت. مساء النور، أهلا بك ألفت، كونك أخت أحد المختطفين وناشطة أيضا في رابطة أمهات المختطفين، كيف استقبلتم رمضان وأخوك في السجن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بقضية المختطفين التي هي تعتبر من القضية الأولى. استقبال رمضان لم يكن كأول رمضان يمر علينا، وهو بغياب شقيقنا الذي نعتبره المرجع لنا، أخونا تم اختطافه في شهر 12/2018. استقبالنا رمضان مائدة رمضان لا توجد فيها طعم ولا رغبة للأكل، أولاده ينتظرونه في كل ساعة في كل لحظة في كل دقيقة حتى يخرج إليهم سالما معافى، لكننا فقدنا لذة وطعم رمضان بدون أخونا. نعم، اختطف منذ 2018، ما هي التهمة التي وجهت له أو ما هي ظروف اعتقاله؟ التهمة كما رفقت لجميع المختطفين بأنه يرسل إحداثيات للعدوان، وكثير من الاتهامات التي وجهت لكثير المختطفين التي هي بالنسبة لهم كتلفيق، يعني ليس لديه إثباتات أو أي تهمة يعني واضحة للمختطفين. نعم، هل تم اختطافه من صنعاء؟ تم اختطافه من محافظة المحويت من منزله الساعة 2:00 ظهرا بعد أن تناول وجبة الغداء، فهو بعد وجبة الغداء متعود أن يعمل له قيلولة، تفاجأ بأحد الاثنان من المسلحين أو ثلاثة من المسلحين الحوثيين ينادونه يريد التكلم معهم فقط، لكنه تفاجأ بأنه يأخذونه فوق طقم وذهبوا به إلى
إلى المدينة، يعني مسافة ما بين المكان الذي يسكنه إلى المدينة مسافة 5 ساعات، حتى لا يأتي بعده أحد أو يطالب به أحد. كانت الوعود التي يقول نحن سنحقق معه بضع ساعات، سنحقق معه لقليل من الساعات ونرجعه، لا تخافوا. هذه الوعود الكاذبة التي كانوا يعودوا بها كثير من أسر المختطفين أنه سيتم التحقيق معه ولن يحدث له شيء وسيرجع سالم معافى، لكننا نتفاجأ بالابتزازات التي كانت تحصل لنا بالوعود الكاذبة من أكثر من مشائخ الموجودين في المحافظة نفسها، أو الابتزاز من كثير من الشخصيات المعروفة كانوا يطلبون منكم مبالغ مادية الموجودين. نعم، يطلبوا مبالغ مادية محددة حتى يتم الإفراج عن أخيه، لكننا نعرف أنهم أن لديهم وعود كاذبة وأنهم لن يساعدونا بشيء، لكننا لم نعطيهم أي شيء. نعم، هل استطعتم التواصل به، رؤيته، سمع صوته، معرفة كيف وضعه؟ التواصل معه لم يكن إلا بعد شهر تقريبا، بعد أن مرضت الوالدة وأدخلناها في العناية المركزة لمدة أسبوع في المحافظة الموجودة فيها، ونقلناها إلى صنعاء وظلت في العناية المركزة مرة ثانية أسبوع كامل. كانت تتمنى وجود أخي، كانت عندما تفيق من المخدر تقول ارجعوا ولدي وخذوني أنا، لأن أخي كان والدي يتعامل مع أخي بأنه طفل صغير لأنهم يحبونه كثيرا، لم يتوقعوا غيابه، لم يتوقعوا أن يحدث له ما حدث. أخي كان بالنسبة لنا المرجع أو نرجع إليه في كثير من بعض الأمور، لكننا نتفاجأ بغيابه، مع العلم بأنه قد أصيب بجلطة قبل اختطافه ب6 شهور. كنا نخاف عليه من أي توتر، من أي مضايقات تحدث له حتى لا يمرض مرة أخرى، فكنا نتوقع أن الحوثيين لن يقربوا له أو لن يختطفوه ويعرفوا أنه مواطن مسالم لم يؤذيهم ولم يقرب منهم. كان أخي يظل في أكثر جلوسه في بيته، أسرته متعودة جلوسه في البيت، يعني كانت لنا فاجعة كبيرة عندما يختفي. كان التواصل معه في بعد شهر ذهبت الوالدة والوالد إلى باب السجن الموجود في محافظة المحويت المسمى بسجن المصنعة، ظلوا هناك 4 ساعات يترجون الحوثيين حتى يروا أخي، فكان رفضهم أنه لم يتم التحقيق معه وأنه لم يعترف. قلنا بماذا يعترف؟ ما هي التهم التي وجهت لي حتى يعترف لكم؟ وكثير من المختطفين اعترفوا بتهم ليست منسوبة لهم، إنما حتى لا يتعرضوا للتعذيب الذي تعرض له كثير من المختطفين. هل أخرجوا بعد ذلك؟ والدي إلى المحافظة التي تبعد مسافة 5 ساعات. هل يعني بعد أن انتظر والدك والدتك 4 ساعات هل تم رؤيته؟ لا، بل أرجعوه مرة أخرى. وبعد التواصل الكثير والترجي للمختطفين حتى الوالدة تستقر وضعها الصحي إذا رأت أخي، فبعد أسبوع من ذهابهم إليه تواصلوا وقالوا خلاص تعالوا إلى ابنكم، لكن كان عندما ذهبوا إليه 1/4 ساعة، يعني ليست أكثر. هل كان عليه آثار تعذيب أو متعب؟ كيف كان وضعه بعد تلك الزيارة؟ عرفنا أنه أكيد تعرض للتعذيب، لكن من خلال أنه لم يتم أو لم يسمح لنا بالزيارة تكلم الوالد هل تعرضت للتعذيب أو تعرضت لشيء، لم يكلمنا بشيء، بل رد علينا أنه الحمد لله بصحة وعافية، لا تقلقوا، حتى لا تسيء صحة الوالدة ولا يسيء صحة الوالد كذلك، لأن أبي كذلك عنده مرض القلب وعنده مرض الضغط ويخاف عليهم من أن يكلمهم بشيء. فالمعروف كذلك في محافظة المحويت السجون هناك ليست
كبقية السجون الموجودة في الأمن السياسي في صنعاء أو في محافظة الحديدة أو في محافظة عدن. هناك سجون كثير من المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب كما تعرض لها قبل شهر في الأمن السياسي في صنعاء وفي الأمن السياسي في عدن في سجن بير أحمد. نعم، يعني تقولين أن سجن الحديدة أخف وطأة من هذه السجون، يعني بحكم أنك في يعني رابطة أمهات المختطفين ربما على اطلاع بما يحدث في تلك السجون. نعم، كثير من المختطفين الذين تم مقابلتهم هنا في محافظة مأرب، المختطفين الموجودين في محافظة الحديدة والموجودين في محافظة صنعاء الذين كانوا موجودين في سجن هبرة وفي الأمن السياسي، كثير منهم تعرض للتعذيب وتعذيب شديد. في محافظة المحويت فيه أماكن فيها تعذيب وأماكن لا يوجد فيها تعذيب. هناك كذلك جميل من أبناء المحويت الذي تعرض للتعذيب حتى توفي. يعني لا نقول أن كثير من السجون فيها معاملات أو معاملات. نعم، تختلف المعاملة هنا وهناك بحسب ربما أمزجة السجانين، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ما رأيك ألفت بما يتعلق بملف تبادل الأسرى والذي كان لكم دور كبير في الضغط على الجهات المعنية وأيضا توصيل ملف متكامل بأسماء هؤلاء المختطفين؟ ما الذي يعني تجدونه من خلال التنصل عن هذا الملف والإخفاق في الحديث عنه والقفز عليه إلى نقاط أخرى؟ ممكن تعيد السؤال؟ نعم، قلت لك يعني الحديث عن ملف الأسرى وأنتم كان لكم دور كبير في هذا الملف أثناء مشاورات ستوكهولم، كيف تجدين أين ذهب هذا الملف لما لا يتم الحديث عنه والقفز عليه بهذا الشكل؟ أنا أرى هذه الاتفاقيات إنما هي كسب وقت للحوثيين حتى يتم اختطاف أكثر من المواطنين، حتى يتم تعذيب وقتل مواطنين أبرياء مدنيين داخل سجونهم. هذا الملف ربما استفاد منه كثير من الشخصيات في الشرعية، وربما استفاد كثير منه الشخصيات الموجودة في جماعة الحوثي. هذا الملف الذي لم نجد فيه أي اهتمام أو أي نقطة أمل لأمهات المختطفين ولأبناء المختطفين وزوجات المختطفين، بل وجدنا أن هناك تباطؤ وأن هناك تخاذل وأن هناك، لذلك حتى لم نسمع عن اسمه مرة أخرى. نرى أنه قد تم تجاهله وقد تم هذا ملفات السويد وكذلك ستوكهولم. نعم، إذن كيف تقيمي دور الحكومة الشرعية واللجنة المعنية بملف الأسرى والمختطفين؟ الحكومة الشرعية قد لا نرى اهتمام، بل هناك إهمال درجة كبيرة. إذا كان لها اهتمام في قضية المختطفين، قد ربما هذه المنحة المالية التي يعطى لأسر المختطفين التي هي عبارة عن 60,000، ماذا تفعلهم 60,000 وفي السنة؟ على الأقل إذا لم يستطيعوا حل هذه القضية سياسيا بإخراج أبناء المختطفين، عليهم أن يضعوا لكل أسرة مرتب شهريا حتى تخفف من معاناتهم التي يعانوا فيها بسبب فقدان من يعولهم ومن يصرف عليهم. هناك أسر من المختطفين تعاني معاناة شديدة بسبب فقد عيالها أو فقدان أبنائها أو فقدان زوجها أو فقدان من يعولها. هناك أسر مختطفين يعني أصبح لديهم خيبة أمل من قبل الشرعية، وأصبح لديهم خيبة أمل من المنظمات الدولية والمحلية والحقوقية والإنسانية التي ظلت 4 سنين أو أكثر من 4 سنين 5 سنين وهي لم تجد أو ترى أي اهتمام لها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ألفت الرفاعي شقيقة أحد المختطفين، ونتمنى يعني أن يتم الإفراج عن أخيك وعن جميع المختطفين حتى تقر أعين الأمهات. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام
لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.